بنرجع لكم اعزائنا المشاهدين فوق لفقراتنا الحواريه. هنتكلم فيها عن موضوع الحجر الزراعي زي ما اتفقنا. يمكن وزاره الصحه مش بس هي المعنيه بصحه الانسان، ولكن الحجر الزراعي هو برضو احد القلاع اللي بتحمي صحه الانسان. مش بس صحه الانسان، بتحمي صحه الانسان والبيئه، بتحمي الزراعه المصريه، بتحمي ايضا سمعه صادراتنا المصريه. بمعنى ان زي ما حضراتكم عارفين، ويمكن في السنين اللي فاتت كنا بنسمع مثلا عن ان مصر دول ابتدت تمنع استيراد مثلا الفراوله او البصل منها، وحاجات كده كنا بنسمعها زمان بسبب متبقيات بسبب كذا، وده كان بيأثر على سمعه منتجاتنا الزراعيه بشكل كبير جدا. ولكن بقالنا سنين كده عمرنا لا سمعنا ان لنا مثلا شحنه اترفضت ولا اي حاجه. تفتكروا ده جهد مين؟ الحفاظ على سمعه صادراتنا المصريه، الحفاظ على صحه الانسان والبيئه، الحفاظ على الزراعة المصرية، دي مسؤولية مين؟ دي مسؤولية حاجة مهمة جدا في وزارة الزراعة، أحد قلاع الدفاع عن سمعة المنتج المصري وعن صحة الإنسان والبيئة اسمها الحجر الزراعي. بيسعدني النهاردة ويشرفني وجود أستاذنا القيمة العلمية الكبيرة دكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن صادراتنا من المنتجات الزراعية. بيسعدني وجود حضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. شرفت بلقاء حضرتك قبل كده هنا في القناه وهناك في الحجر الزراعي، ويمكن تابعت بنفسي واتكلمت مع حضرتك كتير على الخطوات الكتيره اللي بتواجه المنتج المصري قبل ما يتصدر، بالاضافه ايضا للمنتجات اللي جايه. عايزين ندي الناس مفهوم اكبر واعمق عن الحجر الزراعي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تفضلت، الحجر الزراعي هو يعتبر الجهاز الرقابي المسؤول بصفة رئيسية وأساسية عن منع ورود أي آفات أو أي تسرب أي آفات إلى البيئة الزراعية المصرية، وبالتالي بيحمي أو هو الدرع الواقي والحائط الصد الأول أمام أي آفات قد ترد إلى مصر من خلال استيراد أي منتجات زراعية، وبالتالي هو بيحافظ على البيئة الزراعية المصرية من انتشار أي أوبئة أو أي أمراض. وده طبعا بينعكس بانعكاس مباشر على زراعتنا، الثروه الزراعيه المصريه في الداخل، وبينعكس طبعا على الامن الغذائي المصري بصفه مباشره، لان طبعا الزراعه المصريه هي احد اهم مقومات الامن الغذائي المصري، وهي يمكن اهم مقاوم فيه. الجانب الاخر هو الصادرات الزراعيه، والحجر الزراعي هو مسؤول عن الحفاظ على سمعه الصادرات الزراعيه المصريه بالدرجه الاولى. الحجر الزراعي طبعا هو اللي بيقوم بفحص جميع الشحنات المصدرة إلى الدول الخارجية من أول المزرعة، بيضمن خلو هذه الصادرات من أي آفات ومن أي أمراض، ويضمن استيفائها لكافة اشتراطات الدول المستوردة مننا. طبعا دور الحجر الزراعي ما بيبدأش من الفحص، الفحص ده بيكون يعتبر يمكن من آخر خطوة من خطوات التصدير، إنما قبل ما بنبدأ نصدر فإحنا بنتواصل مع الدول وبنعرف اشتراطات الدول ايه، وبنبدا في مرحله كبيره جدا من المفاوضات الفنيه والعلميه مع الدول من اجل فتح سوق الدوله دي للصادرات لمنتج معين. وبعد ما بيتم التفاوض مع الدوله او تقديم طلب للاستيراد او للتصدير للدوله انها تستورد مننا، يعني هم بيبعتوا لنا مواصفات فنيه كتيره جدا واشتراطات فنيه كتيره جدا، الحجر الزراعي بيقعد يدرسها بطريقه مستفيضه علشان نقدر نقلل كل الاثار السلبيه لهذه الاشتراطات الفنيه على صادراتنا، بحيث انها ما تبقاش تريد بارير او عائق للصادرات. وبنتفاوض بقى مع الدول الى يعني في مرحله طويله جدا من المفاوضات الفنيه، وبتنتهي بان بتيجي الدوله تبعت لجنه من الحجر الزراعي بتاعها تزور مصر وتطلع على المنظومه التصديريه في مصر، وتطلع على المزارع، وتطلع على المحطات، وتطلع على المنظومه الرقابيه اللي بيقوم بها الحجر الزراعي علشان تتاكد ان هذا المنتج او المراد تصديره ان هو بيخضع لكافه الاجراءات الرقابيه المطلوبه، وبيستوفي كافه الاشتراطات الحجريه اللي الدوله دي عايزاها. وبالتالي نبدا بعد كده نطلع هذه الاشتراطات للمصدرين هنا في مصر، ونقول لهم لو سمحتوا في صوره منشور فني بيصدر من الحجر الزراعي، بنقول لهم لو سمحتوا تلتزموا بهذه الاشتراطات علشان خاطر نقدر نصدر للدوله الفلانيه. الاشتراطات دي لكل منتج؟ لكل منتج ولكل دوله، يعني كل منتج رايح لدوله معينه، يعني انا لما باجي اصدر مثلا موالح لاستراليا
ليها اشتراطات خاصة مختلفة عن لما باجي اصدر موالح للبرازيل مثلا، ولما باجي اصدر موالح للصين ليها اشتراطات مختلفة. لما باجي اصدر عنب في دول مثلا بتحب شمعة على البرتقال، في دول بتقول ان الشمع ده توكسيك. دي يعني كمان الشمع والحاجات دي تعتبر حاجات جودة، دي حاجات بسيطة. انما الاشتراطات احنا بنتكلم على اشتراطات حجرية فنية دقيقة جدا، اللي هي خلو المنتج من امراض نباتية معينة ومن افات نباتية معينة، افات مسببات المرضية يعني مسببات للامراض ومظاهر اصابة من بالافات دي. فالموضوع بيبقى يعني مجهد جدا ومرهق جدا وصعب جدا، مش بالبساطه اللي الناس متخيلها. أكيد. بننشر للناس المنشور ده وبنحدد لهم للمصدرين الاشتراطات الفنيه دي عشان المصدر يراعي على قد ما يقدر في المزرعه بتاعته تجنب هذه المشاكل. وبيبدا بعد كده دور الحجر الزراعي بقى بيجي في الفحص بقى، بعد ما بنحدد الاشتراطات بنبدا ننفذها بقى على ارض الواقع. بيجي دور المهندس الحجر الزراعي او مفتش الحجر الزراعي على ارض الواقع. كل اللي فات ده لحد هذه المرحله بيتم من خلال وحدة نفاذ الأسواق أو وحدة الصحة النباتية في الحجر الزراعي، وهي الوحدة اللي هي تعتبر زي العقل المفكر للحجر الزراعي زي ما بنقول، اللي هي بتحط تشريعات وبتحط اشتراطات فنية للتصدير أو للاستيراد برضو، وبعدين تنشر تبعتها للمفتش الحجر الزراعي على أرض الواقع في المواني وفي المحطات وفي المزارع وفي مراكز التعبئة. يبدأ مفتشين الحجر الزراعي ينفذوا هذه الاشتراطات وهذه المنشورات الفنية بأن هم يفحصوا كافة الشحنات المصدرة إلى الخارج وتطبيق اشتراطات الدولة اللي هي بعد اللي نتجت عن المفاوضات دي. يقوم المفتشين الحجر الزراعي باستيفاء كل الاشتراطات دي، وده بيتبعوا بقى تصدير الشحنة نهائيا او بندي اللي هي الموافقة على تصدير الشحنة. بتكون النتيجة الحمد لله بعد كل هذه الإجراءات إن الشحنة بتروح بره في دولة المستوردة، بتدخل بأمان وبتتفحص طبعا هناك، وبيتأكدوا إن احنا نفذنا كل اشتراطاتهم، وبيتأكدوا إن المفتشين بتوعنا فحصوا الشحنة سليم. وده هو ده اللي بنسميه سمعة الصدارة الزراعية، إن احنا لما الشحنة تتصدر بره ما بيجيلناش اختارات رفض. طبعا هو وارد إن يحصل بعض اختارات الرفض على مستوى على مدار السنة لبعض، بس بنسب بسيطة، لأن هو طبعا أثناء الشحنة قد تتعرض الشحنة لبعض التلفيات أو للإصابة ببعض الأمراض أثناء الشحن او بسبب فصل التبريد، فصل يعني بيحصل احيانا بعض المشاكل. فبيحصل طبعا اختارات رفض بسيطه لبعض المنتجات، ولكن ودي نسبه مسموح بها عالميا طبعا. واحنا برضو بنرفض شحنات لدول كتير كبيره جدا. وبالتالي احنا كحجر زراعي بنحافظ على سمعه الصادرات الزراعيه من خلال منظومه متكامله من وضع الاشتراطات ومن تنفيذ هذه الاشتراطات على ارض الواقع. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، وخصوصا حضرتك ذكرت موضوع التبريد، وبالنسبه للحاصلات الزراعيه المبرده على حد معلوماتي ان بيبقى فيه بلاك بوكس طالع مع كل كونتينر بيحسب عدد ساعات التبريد وبيحسب الكهرباء ركبت امتى واتفصلت امتى ورجعت تاني، حاجه زي الصندوق الاسود بتاع الطياره، بحيث ان الشحنه لما تتوصل عفوا لما توصل يقدر المصدر والمستورد الاثنين يشوفوا رحله التبريد دي، هل الكهرباء قطعت، هل المركب قطعت كهرباء ولا لا. في الحاله اللي بيكون فيها المصدر تمام واخد الاشتراطات الحجريه مظبوط والبلاك بوكس بتاعه اثبت ان ما حصلش اي انقطاع في التيار الكهربائي عن المبردات او عن التبريد، ويفترض ان الشحنه توصل سليمه والشحنه دي بتترفض، هل هنا الحجر الزراعي بيكون له دور يعني كاحد الجهات اللي هتفصل النزاع اللي هيكون بين المصدر والمستورد، ولا الحجر الزراعي ما بيتدخلش في اللحظه دي؟ طبعا احنا هو اول حاجه بيتم مخبطها هو الحجر الزراعي. يعني هو مجرد احنا الحجر الزراعي زي ما قلنا هو جهه دوليه وبتتعامل بقواعد دوليه، والقواعد اللي بنطبقها في مصر بتطبق في كل الدول. يعني احنا مش بنعمل حاجه لوحدينا، لا ده احنا جزء من منظومه عالميه بتحكمها اتفاقيات دوليه مطبق علي موقع عليها معظم دول العالم، اللي كل دول العالم اللي بتصدر او بتستورد حصلات زراعيه. في اتفاقيه دوليه اسمها اتفاقيه دوليه لوقايه النباتات، الاتفاقيه دي مصر موقعه عليها، دي تبع الامم المتحده لمنظمه الاغذيه والزراعه في الامم المتحده الفاو، والاتفاقيه دي هي اللي بتنظم عمليه استيراد وتصدير كافه المنتجات الزراعيه واليات من كل الامور. فطبعا لما بيحصل ان شحنه توصل لاي دوله والدوله دي ترفضها لاي سبب، اول حاجه بيتم اختار الحجر الزراعي، اول جهه بيتم اختارها حتى يعني قبل المستورد قبل المصدر حتى. فهو بيتم اختار الحجر الزراعي ان تم رفض الشحنه دي للاسباب الاتيه. لو كان رفض الشحنه يعني طبعا احنا بنتدخل الاول علشان نحاول نفرج عن الشحنه، احيانا كتير جدا وده يعني معظم الحالات الرفض بتكون اخطاء في اللوابل مثلا، يعني الشركه نفسها وهي بتلزق الليبل على الكرتونه الستيكر اللي ملزوق على الكرتونه في بعض معلومات خاطئه. يعني طبعا احنا كحجر زراعي احنا بنفحص
بنفحص المنتج نفسه وبنحفظ وبنراجع برضو على اللوابل، بس طبعا مش هنراجع على كرتونه كرتونه يعني احنا بنراجع بصفه عامه، وفي المينا بنراجع على المعلومات اللي موجوده عشان نطبقها. لكن احيانا نفاجئ ان الدوله بعت لنا ان في اخطاء في بعض الاستيكرات اللي موجوده على الكراتين، وفي بعض اخطاء في بعض المستندات اللي هو الشركه مودياها او عنوان الشركه او اسم المصدر او اسم، في بيبقى رفض مستندي او يعني رفض خاص بالبيانات او رفض خاص مش بالمنتج نفسه يعني بعيدا عن الافات الحجريه. ودي معظم الاختراقات بتبقى كده، يعني معظم الاختراقات اللي بتجي لنا الرفض دي بتكون كده. احنا طبعا بنتدخل مع الدوله دي وبنقول لها ان بنراجع طبعا هنا العمليه كلها، وبيقوم الحجر الزراعي بعمل زي تحقيق سريع عشان نتاكد ان الشحنه دي فعلا اتفحصت، وانها يعني اتفحصت من الحجر الزراعي، وان احنا فحصناها وتاكدنا انها سليمه. فبنبعت للحجر الزراعي، بنقف بقى في جانب المصدر بتاعنا ساعتها وبنقول له والله الدور اللي انا اسال عليه بالظبط يعني. بنقف بقى ساعتها في جانب المصدر وبنبعت للدوله دي وبنقول لهم والله الشحنه دي احنا متاكدين انها سليمه، والحجر الزراعي بيضمن سلامه هذه الشحنه، واحنا فحصناها فعلا وهي سليمه حجريا، والاخطاء بتاعه اللوابل دي قد تكون اثناء الشحن نتيجه بعض الاخطاء البشريه او الفرديه، وبنرجوكم ان انتوا يعني يتم الافراج عن الشحنه بعد فحصها، افحصوها حجريا وتاكدوا ان المنتجات سليمه، ولو المنتج سليم لا نرجوكم ان انتوا تدخلوها. طبعا نتيجه بقى علاقاتنا مع الدول ونتيجه وجود بقى يعني علاقات قويه ما بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي في كل في معظم دول العالم، لان هم بيتعرضوا لنفس المشاكل برضه بنحلها لهم. هيجي لك برضه بالظبط. فالنتيجه يعني الحمد لله العلاقه ما بين الحجر الزراعي ومعظم دول العالم علاقه طيبه جدا وعلاقه قويه جدا، وكل دول العالم يعني بتقيم احترام شديد للحجر الزراعي المصري، لانه من اقوى انظمه الحجر على مستوى العالم ومعروفه يعني معروف سمعته. وبالتالي لما بنبعت للدول حاجه زي كده، الدول يعني مشكوره بتتقبل ده غالبا في معظم الاحوال. في بعض الدول طبعا بترفض نهائي وتقول لك لا والله رجعها اوديها دوله تانية، وفي دول الغالبيه بقى بتقبل بسبب مجرد ما بيشوفوا ان الشحنه دي عليها مضمونه من الحجر الزراعي، واحنا بنبعت لهم رسمي نقول لهم لا احنا ضامنين هذه الشحنه، وتوقيع جواب رسمي موقع من رئيس الحجر الزراعي المصري ان الشحنه دي سليمه وان احنا نضمنها وعلى ضمانتنا وعلى مسؤوليتنا، بياخدوا الجواب ده وبيحللوا فعلا الشحنه ويتاكدوا انها سليمه وبيدخلوها. ده الغالبيه العظمى. طيب في ناس بتبقى متخيله ان الحجر الزراعي وظيفته بتنتهي عند المنافذ البريه ومنافذ الشحن الجوي الخاصه بالكونتينرز، يعني وفي ناس مش واخده بالها ان الحجر الزراعي كمان شغال على طائرات الركاب. وفي ناس هتقول لي يعني ايه علاقه الركاب بالصادرات الزراعيه وايه علاقه الركاب بالمنتجات الزراعيه سواء كالتصدير ولا الاستيراد؟ ده واحد مسافر بالسعوديه يعمل عمره، واحد مسافر الامارات يشتغل، ده واحد جاي لي من المانيا كان بيشتغل هناك في مطعم، الحجر الزراعي هيكون دوره ايه؟ انا برضو عايز القي الضوء على النقطه. انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه ان الحجر الزراعي هو الجهه على مستوى العالم مش في مصر، الحجر الزراعي طبقا للاتفاقيات الدوليه هو الجهه الوحيده اللي مسموح لها بتفتيش الناس اللي عندها حصانه دبلوماسيه. يعني حضرتك لو شخصيه دبلوماسيه ومسافر، الجمارك مش من حقها تفتشك في اي دوله في العالم، انت معاك حصانه دبلوماسيه ده في حاجه اسمها حقيبه دبلوماسيه وشافي. الحجر الزراعي هو الجهه الوحيده اللي مسموح لها بتفتيش حتى الحقيبه الدبلوماسيه، حتى الاشخاص الدبلوماسيين نفسهم وشنطهم. يعني لو الجمارك عايزه تفتش واحد دبلوماسي بتروح تجيب مفتش الحجر الزراعي علشان خاطر يفتش. والله المعلومه دي ناس كتير ما تعرفهاش. بالظبط. بس ليه ده؟ لان دي خطوره، يعني بسبب خطوره الحجر الزراعي في ناس مش قادره تدرك ما زالت ايه هي خطوره عمل واهميه عمل الحجر الزراعي. الحجر الزراعي ده في اي دوله وفي مصر هو اللي بيحافظ على الثروه الزراعيه بتاعت الدوله. فلو تسربت اي افه من الخارج الى الداخل سواء بصحبه راكب او من خلال شحنه، ده معناه انه ممكن يدمر لك الثروه الزراعيه بتاعت محصول معين. يعني لو ضربنا المثل، يعني ممكن راكب يركب لي بقافه في برطمان صغنن كده، هو ممكن يكون جايب في شنطته اي منتج زراعي من غير ما ياخد باله ويدخله مصر، وتكون المنتج ده فيه آفة تنتشر بأي شكل من الأشكال تدمر لي محصول كامل من غير ما هو يعرف. وطبعا في الحالة دي احنا بنتكلم على اقتصاديات دول والأمن الغذائي والثروة واللي هو اللي بنسميه الفود سيكيورتي، ده من أحد أهم مقاومات الأمن القومي على مستوى العالم، الأمن القومي العالمي. العالم كله عارف إن لو ما فيش زراعة وما فيش غذاء الناس هتموت. يعني هو أهم حاجة. أول حاجة الناس فكرت فيها ساعة أزمة كورونا، هل السلع متوفرة؟ هل الغذاء متوفر؟
لان لو عندك اي ازمه عالميه حصلت سواء كانت حاجه زي الوباء اللي احنا فيه دلوقتي أو حروب اي ازمات اقتصاديه، اول حاجه بيبص لها هل الاكل موجود ولا لا، لان لو الاكل مش موجود الناس هتموت. ونخش فالناس هتموت. فطبعا النقطه اللي حضرتك اشرتها بتاعه الركاب، طبعا الحجر الزراعي هو المسؤول عن تفتيش الركاب وضمان عدم استحاب اي منتج غذائي او زراعي مع الراكب في شنطته. لو الجمارك وهي بتفتش لقت اي حاجه زراعيه، منتج زراعي في بزور الشنطه، بزور او شتلات او اي حاجه، واحد جاي معاه تفاح، جاي معاه شويه مانجا في الشنطه بتاع مش عارف ايه كده، بتروح مبلغه مفتش الحجر الزراعي على طول. احنا عندنا طبعا الحجر الزراعي متواجد في كافه المطارات على مستوى الجمهوريه وكافه المنافذ البحريه والجويه والارضيه والبريه وكل حاجه. فمن ضمنها المطارات، احنا متواجدين في كل المطارات. فلو راكب جاي من بره والجمرك وهو بيفتش الشنطه لقى فيها اي منتج زراعي، بيستدعي فورا مفتش الحجر الزراعي. مفتش الحجر الزراعي بيفحص، لو لقى الحاجه دي جايه معاها شهادات رسميه وجاي معاها ورق رسمي ان الحاجه دي موجوده، بيتم الافراج عنها واتخاذ الاجراءات. لو لقى جايبها من غير ورق، جايبها فاكر كده انها يعني العمليه سايبه، بيتم اعدام هذه المنتجات وبيتم مصادرتها وعدم دخولها للبلاد. لان في ناس طبعا بتفتكر ان الموضوع بسيط، انك انت تجيب معاك شويه تفاح ولا شويه مانجا في الشنطه او شويه بيزر يعني شويه بذور. طبعا بزور ده كل ده يعني في واحد بيعجبه كيس ورد كده بيتباع مثلا في هايبر من الهايبرات في المانيا ولا في امريكا، بيجيب معاه شويه بالزبط. خيار وبقدونس والحاجات دي ممنوع. كل ده ممنوع. ممنوع، كل ده ممنوع، وبنشدد عليه انك انت لو هتجيب اي بذور او هتجيب اي ده بالذات البذور والتقاوي، لو هتجيبها من اي دوله لازم تمر على الحجر الزراعي بتاع الدوله دي، لان هو الحجر الزراعي بتاع الدوله دي عارف احنا اشتراطاتنا ايه، فهيقول لك لا انت مودي البذور دي مصر لازم تعمل كذا 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 كذا، ويديك حاجه اسمها شهاده صحه نباتيه او شهاده زراعيه عشان تجيب البذور دي وتدخلها بطريقه قانونيه. ولما احنا نيجي هنا الحاجه نبص عليها هنشوف شهاده الصحه النباتيه اللي مع الشحنه. شهاده الصحه النباتيه دي تعتبر البطاقه او الباسبور بتاع الشحنه الزراعيه انها تعدي. لقينا شهاده الصحه النباتيه موجوده وموجود فيها الاشتراطات بتاعتنا، بناخد منها عينات ونحللها وبندخلها عادي لو كانت سليمه. انما لو لقينا الراكب ده جاي كده ومش فاهم ومش عارف حاجه وجايب الحاجه معاه في الشنطه كده من غير مبرر، بيتم اعدامها طبعا. او طيب خليني اسال حضرتك على البذور الفاينل برودكت، يعني في بذور هي الفاينل برودكت، يعني مثلا واحد جاب شويه سمسم، واحد جايب شويه عدس، ما هي دي تعتبر فاينل برودكت وفي نفس الوقت بذور. موظف الحجر الزراعي بيتعامل مع ده ازاي؟ بنفس الاليه احنا عندنا، يعني بيفصل بين الاكل وبين البذور وايه اللي ممكن يخش، ولا كل المنتجات الزراعيه اللي على شكل بذور لازم تعدي على الحجر؟ زي ما اتفقنا ان الحجر الزراعي بيعمل باليه دوليه وطبقا لمعايير دوليه. المعيار الدولي وضح التعريف بتاع الماده الخاضعه او المنتج الخاضع للوائح الحجر الزراعي. وقال ايه؟ قال ان الحاجه الخاضعه للحجر الزراعي هي اي منتج نباتي او غذائي طازج او كان مصنع ولكنه ما زال قابل للاصابه بالافات الحجريه او الافات النباتيه. فما دام المنتج اللي جاي لي ده قابل ان هو يحمل افه نباتيه او افه يعني بتسبب مرض نباتي وما زال قابل للإصابة، فهو تحت إشراف الحجر الزراعي، سواء كان بقى بذرة، سواء كان شتلة، سواء كان ثمرة، سواء كان حباية بلح، سواء كان أي حاجة. في النهاية بدام هو منتج قابل للإصابة بالأفات فهو خاضع للوائح الحجر الزراعي، وبالتالي مفتش الحجر الزراعي بيتعامل مع كافة المنتجات الغذائية والزراعية القابلة للإصابة بالأفات. يعني على سبيل المثال مثلا التمر دون في ناس فاكره ان هو منتج غذائي ما يعتبرش خلاص زراعي، ده خلاص نزل من على الشجره واتجمع وخلاص وبقى ثمره. لا، التمر مازال هو لسه ما بقاش عجوه مثلا، هو مازال منتج نباتي قابل للاصابه بالافات وبالتالي يخضع للحجر الزراعي. لكن لو اتحول بقى العجوه واتحط جوه لوز ومش عارف ايه الحاجات دي بقى، اتحط في كيس شرانك الحاجات ده ما بقاش قابل للاصابه بالافات، فكده خرج من اختصاص الحجر الزراعي. انما زي ما حضرتك قلت بقى السمسم، العدس، الحاجات اللي هي بتيجي في صوره سواء بذور وفي نفس الوقت تنفع تستغل كأكل، كل ده يخضع للحجر الزراعي. احنا بنفحص العدس، بنفحص السمسم، بنفحص الرز، بنفحص القمح، بنفحص كل المنتجات الزراعية القابلة للإصابة بالآفات. جميل، وده جهد كبير جدا، انا حبيت بس ألقي عليه الضوء. انا عارف المعلومة بس حبيتكم تسمعوها من يعني من المصدر. هرجع لحضرتك ووقف عند خبر سمعته في الأسبوع اللي فات وانا بتابع كده الأخبار مصر، لقيت زيادة الصادرات المصرية مش عارف 3.8 مليون طن حاجة زي كده يعني. ففي ظل أزمة كورونا، هل هذا الخبر صحيح ولا مش صحيح؟ وهل فعلا صادراتنا المصرية زادت مع أزمة كورونا؟ لا، هو أنا بس عايز أوضح حاجة،
هو الـ 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 الكلمة هي زادت، هي في الحمد لله صادراتنا الزراعية لم تتأثر بأزمة كورونا زي الدول التانية، والتأثر بتاع صادراتنا الزراعية بأزمة كورونا تأثر بسيط جدا لا يتعدى من 10 إلى 20%، ده اللي احنا قلناه. وكلمة زادت دي يعني معناها ايه؟ انت بتتكلم على أزمة بتعم العالم بالكامل، أدت إلى في دول بالكامل وقفت استيرادها تماما نتيجة ان الأجهزة الحجرية اللي عندها والمنظومة عملها كومبليت لوك داون واتقفلت وما بقاش في أي حركة، وبالتالي ما بقوش عارفين يصدروا ولا يستوردوا. فطبعا حصل ان على مستوى العالم دول كتير جدا التصدير منظومه التصديرات بتاعتها بالكامل اتوقفت، وفي دول تاثرت تصديريا بنسب ضخمه جدا. مصر الحمد لله لم تتاثر بازمه كورونا الا بنسبه بسيطه جدا، والنسبه اللي تاثرت بيها مصر لا ترجع لمصر، ترجع للدول الاخرى. يعني احنا كمنظومه تصديريه في شقين، الشق اللي عندك هنا في مصر المنظومه بتاعتك انت هنا والمنظومه بتاعت الدول اللي انت بتصدر لها. فيما يخص المنظومه بتاعتنا في مصر هنا احنا لم يتاثر اي اجراء من اجراءاتنا، لان مفتشي الحجر الزراعي بيعملوا بكامل طاقتهم ومتواجدين في المحطات ومراكز التعبئه والمزارع والمواني على مدار 24 ساعه خلال ايام الاسبوع. وطبعا انا يعني بوجه لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لكل مفتشي الحجر الزراعي، ومعالي الوزير وجه لهم الشكر على لذلك، والسيد رئيس الوزراء. فيعني احنا بنؤكد ان مفتشي الحجر الزراعي وكل العاملين بالحجر الزراعي لم نخضع او لم نطبق آلية تخفيف العمالة والتخفيض العمالة بسبب ان احنا ما عندناش قدرة على ذلك في ظل الظروف، ما عندناش رفاهية ده. فاحنا بنشتغل بكامل طاقتنا، وبناء عليه كانت النتيجة ان الصادرات بتاعتنا الحمد لله ماشية بخير وشغالة كويس جدا وبنصدر. ده الجانب الداخلي عندنا فلم يتأثر. الجانب الخارجي بقى دي حاجة خارجة عن ارادتك، في دولة قفلت الشحن البري مثلا، قفلت الشاحنات، فبقت النتيجة ايه؟ انت مش عارف تصدر لها عن شحنات، فبتصدر لها فقط عن طريق الحاويات البحرية، ممكن تكون قفلت كمان الطيران التجاري او الطيران البضائع او الشحن الجوي. ففي الحالة دي انت صادراتك لهذه الدولة لازم تتأثر غصبا عنك، لان الدولة نفسها اللي انت بتصدر لها مش عارفه تسيطر، انت مسيطر عندك مسيطر على منظومه الصادرات، منظومه الصادرات بتاعتك والمواني بتاعتك شغاله والناس بتوعك شغالين، بس مش كل الدول عارفه تعمل زيك. فبالتالي الدول اللي انت بتصدر لها ممكن يكون عندها مشكله، فمش عارفه تستوعب منك، هي محتاجه صادرات زراعيه بس مش عارفه تاخد، بس مش عارفه تستقبل، مش عارفه تمشي بنفس الريت. ولذلك ده اثر على الريت بتاع التصدير لبعض الدول. في دول كتير قفلت بالكامل، في دول قفلت حدودها كامله ومش عارفه تعمل حاجه لفتره معينه، فده طبعا اثر عليه. لكن دي مجرد ما الدول دي تفتح هتبدا تاخد تاني. ولذلك احنا بنقول ان معدل الصادرات بدا يبقى بطيء شويه، مش زي كل سنه، لكن احنا في مصر هنا الحمد لله صادراتنا الزراعيه بخير. احنا مصدرين ما يزيد عن 2 مليون طن حتى الان صادرات زراعيه، في حاجه زي الموالح وصلنا ما يقرب من مليون طن موالح، صادرات البطاطس عدينا ل 400,000 طن، حوالي 405,000 طن بطاطس لحد امبارح، البصل عدينا 72,000 طن. ففي منتجات يعني الحمد لله ارقام ضخمه جدا، هي زي السنه اللي فاتت او يمكن اقل حاجه بسيطه. لكن احنا بنقول ان لو احنا صدرنا السنه دي زي ما بنصدر قبل كده في ظل الازمه، ده يعتبر انجاز كبير جدا، لان طبعًا انت بتتكلم على ازمه كفيله انها توقف كل حاجه كامل. واحنا الحمد لله لم نتوقف، بالعكس احنا شغالين بكامل طاقتنا وبنشتغل بكل جهد وبنتعامل مع الازمه بكل حرفيه. يعني يمكن من سنتين كنت عند حضرتك في المكتب وكنا بنتكلم على التغيرات المناخيه في اوروبا وقد ايه ده بيضر بالزراعه عندهم، وقد ايه ده ممكن يكون فرصه تصديريه كبيره جدا للمنتج الزراعي المصري. وحضرتك حتى كلمتني وقتها عن فتح اسواق جديده يمكن في صربيا للبصل، وكنا لسه بنتكلم في هذا الموضوع، وما شاء الله ابتدينا وفتحنا وصدرنا وكل ده. فعايز برضو بنفس الرؤية بتاعت حضرتك المتخصصة دي تقول لي ما هو مستقبل الصادرات المصرية بعد أزمة كورونا، بعد انهيار أنظمة زراعية كاملة في بعض الدول، وخصوصا مثلا زي ألمانيا زي إيطاليا، ودول يعتبروا من كبار المستوردين عندنا في البصل والبطاطس مثلا. يعني حضرتك شايف مستقبل الصادرات المصرية إيه بعد أزمة كورونا وبالتوازي مع التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره في اوروبا؟ بقى لها سنتين شغاله الحكايه دي. والله هو احنا يعني نقدر نقول ان المستقبل الصادرات الزراعيه مستقبل مشرق جدا، لان احنا بنتكلم على اثناء الازمه الحمد لله صادرات شغاله زي الفل، وبنصدر بمنتهى الكفاءه وبكل كفاءه لكل دول العالم.
فما بالك بقى لما الازمه تنتهي زي ما كانت قبل الازمه ما تحصل. الصادرات الزراعيه كانت دايما في ازدياد، احنا بقى لنا 3 سنين كل سنه بنصدر اكتر من السنه اللي قبلها الحمد لله طبعًا. يعني لو جينا قارنا كيرف الصادرات المصريه من 2014 حتى 2020 مثلا هنلاقيه ان هو في زياده مستمره. حصل له بعض الدروبات في 2016 2017 نتيجه حظر بعض الدول العربيه للمنتجات الزراعيه، لكن الحمد لله بدايه من 2018 بدات الصادرات الزراعيه تستعيد قوتها بشده وبدانا الحمد لله نحقق ارقام قياسيه لم تتحقق من قبل في 2018 و2019. احنا في 2018 مصدرين حوالي 5 مليون طن، وده كان اول رقم نوصل نكسر بيه 5 مليون طن حصلات زراعيه مصدره خلال تاريخ الصادرات كلها. جينا في 2019 وصلنا 5.5 مليون طن، كسرنا الرقم اللي قبله. وان شاء الله في 2020 ان شاء الله نتمنى ان احنا نكسر هذا الرقم، وحتى زي ما قلت لو وصلنا لنفس الرقم حتى ده يعتبر انجاز كبير وان شاء الله نوصل له. فيعني عايز اقول ان احنا صادراتنا الزراعيه مستمره، واحنا على طول في مساله فتح الاسواق احنا مستمرين باستمرار. واحنا بنقول في عز الازمه وفي عز الظروف اللي احنا فيها دي، فاعلنا الاسبوع اللي فات فتح سوق البرازيل للموالح المصريه لاول مره للتصدير، وطبعا ده سوق جديد بالنسبه لنا اول مره نصدر له. احنا لسه ما بدناش نصدر، لكن احنا فتحنا السوق فعليا فنيا، وناقص بس نشر هذا الخبر في او القرار في الجرائد الرسميه في البرازيل عشان نبدا نصدر له. فاحنا في عز الازمه. متوقع ان نصدر ايه يا فندم؟ موالح. هو احنا بنتكلم على البرازيل فتح سوق للموالح. للموالح الموالح المصريه عشان تصدر للبرازيل. احنا من فتره من حوالي 3 شهور او 4 شهور فتحنا سوق البرازيل ايضا للعنب، وفتحنا سوق نيوزيلندا للموالح، وفتحنا موريشيوس للبصل. فاحنا بنتكلم احنا في عز الازمه اللي الناس اللي بعض الدول بنقول مش عارفه حتى تصدر ولا تستورد، احنا بنفتح اسواق جديده. مش بس بنصدر بس وبنصدر منتجات الحياة، لا ده احنا برضو بنفتح اسواق جديدة. ما زال مفتشين الحجر الزراعي بتوعنا شغالين على اكمل وجه، مفتشين اخصائيين الصحة النباتية في الحجر الزراعي شغالين على مستوى عالي جدا في التبادل المفاوضات مع الدول الاخرى الفنية عشان فتح الاسواق. وبالتالي احنا بنقول احنا في عز الازمة هون وفتحنا سوق جديد. طب هل احنا الكرو بتاعنا او الطاقم الرجالة بتاعتنا في الحجر الزراعي عندهم القدرة على استيعاب كميات اكبر من المنتجات المصدرة؟ يعني إذا مثلا ربنا أكرمنا بعد أزمة كورونا، وأنا أتوقع إن هتحصل انفراجة كبيرة في الصادرات المصرية ويمكن تزيد لمرة ونص، أنا متوقع كده يعني توقعي الشخصي، هل حضرتك الكرو الرجالة اللي معانا يقدروا يشيلوا الكمية ديت ويشيلوا ضعفها لو تضاعفت الصادرات المصريه بعد انتهاء ازمه كورونا؟ هو ان شاء الله يقدروا، بس احنا طبعا يعني انا قلت قبل كده احنا جاهزين الابجريد ده يعني ولا مش جاهزين لسه؟ احنا اكتر من مره يعني انا نوهت لده. احنا طبعا كجهاز حكومي عندنا عجز شديد جدا في العماله. احنا كل سنه بيطلع على المعاش عدد كبير جدا من مفتشين الحجر الزراعي، وطبعا التوجه العام للدوله عدم تعيين موظفين جداد. فطبعا الحجر الزراعي ما ينفعش ينطبق عليه هذا الكلام، ولذلك احنا توجهنا لمجلس الوزراء ولوزاره الماليه ولمعالي الوزير ان احنا لازم يتم استثناء الحجر الزراعي من ده، ولازم يتم توفير مفتشين للحجر الزراعي حتى ولو بنظام التعاقد علشان نقدر ندعم بيه المنظومه الزراعيه، منظومه الحجر الزراعي المصري. ومعالي الوزير موافق طبعا، وبعتنا الموضوع لرئيس الوزراء وللسيد وزير الماليه، وفي دراسات يعني في مباحثات مستمره معاهم علشان نقدر نفتح باب التعاقد للمفتشين حجر زراعي جداد يكونوا لسه جايين ندربهم ويشتغلوا معانا علشان النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، وعلشان تفضل الصادرات الزراعيه بتاعتنا والواردات كمان تفضل في امان. فاحنا شغالين على النقطه دي، لكن مفتش الحجر الزراعي حاليا دلوقتي حتى بعددهم مغطيين صادراتنا دلوقتي، مغطيين كل حاجه بس بمجهود فائق يعني. هو كل واحد بيشتغل شغل اثنين اوفرلودد جدا يعني. انا بكون عندي محطه المفروض يكون فيها اثنين مهندسين بتصدر موالح، انا بضطر غصب عني علشان اقدر اغطي كل الاحتياجات بخلي المحطه فيها مهندس واحد والمهندس الثاني بيوديه محطه ثانيه. هو السؤال ماذا لو تضاعفت الصادرات الزراعيه؟ انا طبعا مقدر اتجاه الدوله انها مش عايزه تعين ناس، طبعا ده كلام كويس جدا، ده كلام كويس يعني ما يضايقش اي حد، ولكن احنا بنتكلم برضو على جهة يعني زي ما تقولوا ايه، ما ينفعش يبقى فيها حد حتى متعاقد يعني عشان اعرف احاسبه عشان ما يغيش حد يضحك عليه من بره ولا يغريب بفلوس ولا يغريب بتاع. يعني في بعض الوظائف كده في الدولة ما ينفعش يبقى فيها حد، لازم يبقى فيه حد بتاعنا عشان نعرف نحاسبه. فانا بضم صوتي لصوت دكتور احمد العطار ولصوت معالي الوزير ان احنا نحاول نوفر درجات ماليه لتعيين شباب في الحجر الزراعي، لان في حال تضاعفت كميات التصدير عندنا هنواجه مشكله وهتبقى العطله من عندنا. احنا مش عايزين يعني، احنا بنقول يا رب الاسواق
تتفتح واحنا بس نلاحق عليها. مش عايزين اللي يبقى معطلنا عدم وجود موظفين. فان شاء الله يعني الجهاز المركزي للمحاسبات او ما اعرفش الجهه المنوط بيها لازم تنظيم الاداره وتنظيم الاداره يبعتوا لنا درجات ماليه، لان مهم قوي الحجر الزراعي يبقى فيه ناس بتاعتنا. ما ينفعش نجيب ناس، انا دي وجهه نظري، ما ينفعش نجيب ناس متعاقد نتعاقد معاها. يعني عايز اسال حضرتك برضو عن موضوع تاني مهم جدا، وانا عارف ان حضرتك وكل رجاله الزراعه متخصصين قوي ما بيحبوش يطلعوا من التخصص بتاعهم، لكن طول بالك عليا معلش شويه في السؤال. هل حضرتك حاسس فعلا ان الدوله المصريه ابتدت تعتمد على صادراتنا المصريه كاحد مصادر العمله الصعبه، ولا ما زالت رؤيه الدوله لشويه الدولارات اللي جايه من الصادرات يعني هم بيسدوا معانا اي حاجه كده، ولا الدوله فعلا ابتدت يعني تقول ايه احنا لازم نشتغل على ده بيدخل دولار، يعني السياحه بتفتح وتقفل، مش عارف الصناعه تفتح وتقفل، انما الزراعه عماله تفتح وده توسع وده توسع. فهل فعلا الدوله شافت ان الزراعه ممكن تكون مصدر رئيسي زيها زي قناه السويس للعمله الصعبه، وابتدت تدعم التصدير بشكل حقيقي، ولا بشكل من اللي احنا بنتكلم عنه في الاعلام؟ على اعلى مستوى. الاجابه على اعلى مستوى، نعم الدوله تهتم حاليا بالصادرات الزراعية على أعلى مستوى، وعلى والسيد الرئيس شخصيا وجه وكلف بالاهتمام بمنظومة الصادرات الزراعية، وباستمرار بيتابع بنفسه شخصيا بنفسه شخصيا منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على المكتسبات التي تمت في الفترة في السنتين اللي فاتوا. وبصراحة يعني معالي الوزير بي 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 بيؤكد وبيتابع باستمرار منظومة الصادرات الزراعية، ودايما أسبوعيا بيتم المتابعة مع الحجر الزراعي احنا صدرنا ايه وعملنا ايه. لان احنا لو بصينا دلوقتي أزمة زي اللي احنا فيها دلوقتي دي، الصادرات هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة تقريبا بعد توقف السياحة تماما. انت لما وقفت الطيران ووقفت السياحة، فبقى المصدر الوحيد بتاعك هو العملة الصعبة، للعملة الصعبة هو الصادرات الزراعية. فما ينفعش انها تقف، ما ينفعش انها تقل، ما ينفعش انها يحصل فيها ازمه، وبالتالي الصادرات الزراعيه وما ينفعش تتعامل معاها كمصدر هامشي لل خالص. لا لا لا، الدوله لا تتعامل بذلك. الدوله تتعامل مع الصادرات بمنتهى الاهتمام، تتعامل مع الصادرات بتولي الملف الصادرات الزراعيه اهتمام كبير على اعلى مستوى من الدوله. السيد معالي الوزير والسيد رئيس الوزراء وفخامه رئيس الجمهوريه كلهم مهتمين جدا بمنظومه الصادرات الزراعيه، ودايما حريصين على متابعتها وعلى الاهتمام بيها وعلى دعمها. جميل. عايز اسال حضرتك سؤال وما اعرفش بقى يعني اجابته ممكن تكون ايه. لو الدوله النهارده مثلا تدخلت في مجال التصدير بكون يعني تدخل شريك عن طريق مثلا شركة مصرية مساهمة لتصدير المنتجات الزراعية بفلوس المصريين حتى، يعني حاجة لو فكرنا نعمل حاجة زي كده، تفتكر ان الدولة تدخل النهاردة مع المصدرين، هل ده شيء هيرفع من شأن التصدير ويرفع من شأن الفلاح ويبتدي الفلاح يكسب اكتر، ولا المنظومة على ما هو عليه دلوقتي والمصدر هو الوسيط بين الدولة المستوردة والفلاح، المنظومة دي هتكون أصبر؟ والله هو في فعلا حاليا دلوقتي بعض الشركات الحكومية بتصدر، يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده في شركات تابعة للدولة وتابعة للحكومة بتقوم بعملية التصدير. انما موضوع الفلاحين احنا يعني انا دايما بناشد، انا عايز انصف الفلاح شويه، انا دايما بطلب ان الفلاحين يعملوا مع بعض تجمعات وتكتلات اقتصادية. لازم الفلاح الصغير اللي هو بينتج كميات صغيره ده لازم يتعاون مع جاره ومع الفلاح التاني في كل منطقه، ويعملوا زي جمعيه زراعيه للمحصول بتاعهم، ويقدروا هم يتعاملوا بشخص واحد بكيان واحد علشان يقدروا يعني مش لازم المصدر هو اللي ياخد وش القفص، انا عايز الفلاح برضو ياكل معلقتين كريمه يعني. بالظبط. يعني انا ده اللي نفسي، عشان كده كنت بقول نفسي الدوله تخش منافس، لان الدوله كل ما بتخش منافس يعني بتشوف اللحمه بتغلى، الدوله تنزل لحمه الجيش تلاقي اللحمه نزلت، مش عارف الكحول المطهرات توصل اللتر 200 جنيه، الجيش يبعت او الدوله تدخل بالمطهرات بتاعتها تلاقي السعر نزل. فانا برضو بنفس الفكره انا عايز الفلاح يكسب، يعني مش عايز دايما المكسب يبقى راح للمصدر، انا نفسي الفلاح ياخد سعر عادل. فيعني بقترح ان الدوله تدخل
منافس في التصدير بحيث انها تدي سعر اعلى للفلاح، فالفلاح ما يبيعش لغيرها، فتبتدي المصدر الثاني يتنافس مع الدوله، فمين اللي يرضي الفلاح؟ وفي نفس الوقت انا عارف ان كله كده كده كسبان، يعني سعر المنتج المصري اي مكان لما هنيجي نحطه قصاد الدولار هيطلع السعر، يعني هيطلع المنتج المصري كسبان كسبان. بس انا نفسي ان المنظومه بتاعه التصدير بشكل غير مباشر تخدم الفلاح. هي خلينا نبقى في منتهى الوضوح، الصادرات الزراعية بتعود بطريقة أساسية على الفلاح. الناس اللي بتقعد دايما تقول احنا المفروض ما نصدرش عشان السوق المحلي، ومفروض ما نصدرش علشان خاطر نوفر المنتج هنا، الناس دي مش فاهمة حاجة. لا خالص، الصادرات، منظومة الصادرات هي رمانة الميزان اللي بتقدر تحافظ على دخل الفلاح، وتقدر تخلي الفلاح يقدر يزرع للموسم القادم. انا لو جيت السنة دي او لو جيت في موسم معين ما صدرتش بطاطس اللي هي زيادة عن الانتاج بتاعي، ما صدرتهاش، هيحصل ركود للمنتج والفلاح اول واحد هيخسر، وبالتالي الفلاح هيحجم عن الزراعة في الموسم القادم. وافاجأ ان السنة الجاية ما بقاش عندي بطاطس في السوق والاسعار غليت زي ما حصلت من سنة كده. كانت التصدير بقى ده حتى اللي بنقوله مش هنلاقيها لو فلاح ما زرعش. بالظبط. فهو التصدير بيعود بالنفع على الفلاح رقم واحد، لان لو احنا ما صدرناش المنتج بتاعه هو هيخسر ومش هيقدر يجيب تكلفه الزراعه. لكن احنا بنقول ان احنا عشان نعظم مكسب الفلاح، ان مجموعه الفلاحين، كل مجموعه من الفلاحين في محصول معين يعملوا لبعض جمعيه، وممكن يعملوا لنفسهم شركه تصدر باسمهم، او يتعاملوا مع شركه تكون بنظام الزراعه التعاقديه، يبقى الشركه دي متعاقده معاهم وبتاخد المحصول بتاعهم بسعر عادل، فبالتالي نعظم الفائده. إنما التصدير في حد ذاته هو بيعود على الفلاح، وأول واحد بيتضرر من قلة التصدير هو الفلاح. لأنه هو في النهاية حتى لو الفلاح نفسه مش هو اللي بيصدر، بس ما هو المصدر لما يلاقي نفسه ما بيصدرش كتير مش هيشتري البضاعة من الفلاح، وبالتالي الحاجة تفضل على الغيط، على رأس الغيط، ومش لاقي حد يشتريها. فبيضطر الفلاح يبيع كيلو طماطم بخمسين قرش والبطاطس بخمسين قرش وبجنيه، ما بتحصلش تكلفتها. انما لما بيكون في تصدير كتير، المصدر بيجي ياخد المحصول من الفلاح بسعر عادل وبسعر كويس، فبالتالي الفلاح بيقدر يبقى عنده عائد كويس يقدر يزرع الموسم اللي بعده. دكتور احمد العطار، رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي بوزاره الزراعه، نورتني وشرفتني كالعاده، وحضرتك يعني دائما صدرك بيتسع لاسئلتي اللي احيانا بتكون يعني شويه. شكرا دكتور احمد، نورتني. اذا اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا كده كل حاجه تروح وتيجي الا الزراعه. شفنا السياحة بتروح وتيجي، الطيران بيروح ويجي، الصناعة بتروح وتيجي، إلا الزراعة. الناس مش هتبطل تاكل، ولذلك أنا عايز أنادي وأوجه رسالتي لأي مسؤول في الدولة له علاقة بقى بحل الأزمة بتاعت الحجر الزراعي. الناس دي محتاجة درجات مالية، الناس دي لازم يبقى عندها موظفين تبع الدولة عشان نعرف نحاسبهم. الناس دي هم خط الدفاع الأول. إحنا أو أي حد برؤية مستبصرة هيقدر يفهم إن بعد أزمة كورونا دي هيبقى في إقبال شديد على المنتجات المصرية. أي حد برؤية مستبصرة يقول إن التغيرات المناخية اللي في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة هيخلي عندها عجز شديد في المنتجات الزراعية، والعجز ده هتعوضه من السوق المصري. إذن إحنا في صدد الكلام عن يمكن مضاعفة صادراتنا الزراعية في خلال سنة ولا سنتين، فمش عايزين الخير يجي وما نبقاش مستعدين. يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونلاقي يعني موظفين اكتر في الحجر الزراعي، لان هم الناس دي اصلا دلوقتي شغالين اوفرلودد، فنحاول نساعدهم. شكرا لحضرتك يا دكتور احمد، شكرا لكل الرجاله اللي دايما واقفين خط دفاع قصاد يعني او لحمايه الزراعه المصريه ولحمايه صحه الانسان والبيئه. شكرا. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل قصير ونرجع بفقره حواريه جديده بعد الفاصل، ارجوكم تابعونا.